يحدثنا معكم هاتفيا الآن مشاهدينا السيادة العميد سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية. يا سيادة العميد تحياتي لحضرتك في البداية وصباح الخير. صباح الخير دكتورة، تحياتي لحضرتك وفريق العمل وجمهور الكريم، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. على ماذا تعول قطر؟ قطر زي أي جماعة إجرامية أو عصابة تعاول دائما انها ان تفلت من العداله، لان دي مش ممارسات دوله، يعني دي ممارسات عصابه، وخاصه ان المفروض العائلات الحاكمه بتكون قدوه للشعوب، يعني هي اكبر من ان ترتكب جرائم، لا يرتكبها الا جماعات المافيا الحقيقه، بالاضافه لان لما يكونوا رموز الدوله تلك الدوله المارقه هم معروفين بالاجرام، فلا يمثلوا قدوة سواء كان لأبنائهم أو أحفادهم. احنا بنتكلم على تقريبا يعني جيلين أو ثلاثة من حكموا قطر كانوا ممارساتهم إجرامية سواء كان في الداخل أو في الخارج، يعني لا تتصرف كدولة طبيعية، دولة بتدير عملياتها في أسواق المافيا، بتعتمد في كل يعني الرشاوة في كل ممارساتها، سواء كان في الحصول على تنظيم كأس العالم، هناك تحقيقات يعني بتتحدث عنها احد نيويورك تايمز بانها تفشي حتى الجامعات الكبرى، يعني زي جورج تاونز بتدفع رشاوة للجامعات الكبرى وبتدفع تبرعات للجامعات الكبرى في امريكا، في تحقيق بيشمل الاربع جامعات، واصبح يعني الخزانه الامريكيه بتراجع الحسابات، لان قطر اصبحت حتى في يعني حتى في العلم بتحاول انها ترشد جامعات من اجل يعني ان يكون اسم قطر حاضر. ده بالنسبه للرشوه المباشره، في رشوه غير مباشره زي شراء اسلحه ليس لقطر حاجه بيها، زي التبرع لبعض اوروبا مثلا، بتتبرع لبعض الاعضاء في المجلس الاوروبي او في البرلمانات الاوروبيه لجمعياتهم الخيريه في مقابل ان يساندوا يعني في قراراتهم قطر، فهي جماعه اجراميه. طيب. وموضوع كاس العالم فيه تجاوزات كتير وطبعا يعني باد ريكورد، سجل يعني سيء في حقوق الانسان، وطبعا معروف بالفساد ان من يتولى المقاولات هم افراد العائله المالكه، فبالتالي هم يعني فوق القانون في قطر، لان قطر لا يوجد فيها قانون ولا يوجد سياده قانون، فبالتالي يعني هناك من يموت سواء كان من عدم تطبيق اجراءات الامن الصناعي، او سواء من العمل في درجات حراره مرتفعه والساعات عمل طويله، حتى يعني اللي بيجوا من اسيا يعني معظمهم بيكون مثل يعني مثل الاسير، يعني جاء للعمل لكنه يتم سحب الجواز، واما يعني يعود يعني حيا او ميتا. طيب سيادة العميد، يعني هذا الحقد السياسي الذي يعني تمارسه قطر دوما تجاه مصر، يعني هل هناك له اسباب مباشره يعني حضرتك توضحها معنا؟ اولا يعني مصر يعني لو قلنا مصر والمملكه العربيه السعوديه هما عمدت الخيمه العربيه، لا يمكن ان يكون لدوله يعني ثقل كبير او سطوه كبيره وضع كبير بدون ما يعني كدوله اجراميه بتسعى يعني لاما انقاص من وزن تلك الدول او حتى العمل على اسقاط تلك الدول، يعني ما قامت به قطر من ما قبل 2010 لحتى ما بعد 2011 فيما اطلق عليه الربيع العربي كان بغرض اسقاط مصر. ليه؟ لان هي يعني قطر بتعمل بطريقه يعني افقار جيرانها واسقاط جيرانها حتى تكون موجوده، يعني ما بتبنيش وجودها على الوجود المشترك او الوجود المتبادل، لكن هي بتعتبر ان وجود الدول الكبرى كلما زاد حجم الدول الكبرى زي مصر كلما زاد صغر دوله مارقه مثل قطر، فهو من مصر القوى الناعمه، مصر التاريخ، القوى العسكريه،
المساحة الجغرافية، الثقل الدولي، فهي بتحاول بقدر المستطاع انها يعني تسقط يعني من حسابات العالم ثقل مصر في القوى الناعمة، فبتستثمر بمليارات في الاعلام، بتحاول انها مصر كانت يعني ولا زالت طبعا لها طبعا ثقل في المنطقة، بتحاول انها تتواجد بدور عكسي او بدور سلبي يقلل من دور مصر. فهو خدت في يعني حصان طروادة جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار ان جماعة الإخوان المسلمين يعني كانت في يوم من الايام يعني موجودة كأحد يعني الفصائل في مصر، وان كانت يعني كانت لحد ما يعني هناك مطاردة قانونية ليها، لكن لم يكن مثل ما تنبه الشعب ثورة 30/6. فخدت جماعة الإخوان المسلمين على أساس أن جماعة الإخوان المسلمين تحكم مصر، وهي تحكم من خلال جماعة الإخوان المسلمين، فتتم الممارسات الخاطئة فتسقط مصر، وفي حالة يعني لا قدر الله سقطت مصر فيمكن لقطر الوصول لأبعد من ذلك. جميع ممارسات قطر مصر دائما تؤرق تحقيق أطماعها بشكل كبير في المنطقة. سيادة العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة العميد على هذه المشاركة والإيضاحات. دقائق قليلة مشاهدينا الكرام، وألقاكم من جديد في نشرة إخبارية مفصلة. فصل قصير ونعود إليكم من جديد، ابقوا دائما معنا.